في رأيك ممكن تنتهي كل هذه الضغوط بإمبيتشمنت بعزل ترامب؟ احنا اليوم انت جايب البلد في عز المعركة، يعني بعز لما يكون رئيس الامن القومي عرض على المؤسسة التشريعية انه يدلي بإفادة المستهدف فيها بيكون الرئيس، بيكسب، لانه ما فيش اعلى منه غير الرئيس، فهم مش مستعدين يحكوا معه ويعطوه اي نوع من الامن والامان الا اذا كان عنده شيء ضد الرئيس، فهذا شيء يعني غير مسبوق. وشو معناه؟ وراح يقبل راح مثلا راح يقبل السنت انه يعطيه حصانه او لا، لسه مش معروف. فهذه كلها تهدد شيء كبير، تهدد يعني الرئاسه. ولكن كم هي جدية هذه القضية وإلى أين ستصل أنا بعرفش، ومش راح أخذ بسهولة رأي أي إنسان هيك، يعني أنا بقول لي إنه بيعرف. هذه قضية معقدة.